حلقات من قناة الفلوج. طبتم طابت وقاتكم بكل خير، حياكم الله مشاهدين إلى ساعة إخبارية مفصلة، معكم علي فرحان وسير عماد. أهلا بكم إلى هذا الحصاد الذي نبدأه معكم بأهم ما فيه. تجيد 4 لغات درست في إسرائيل مخضرمة بالمجال الاستخباري. واشنطن تعين سفيرة جديدة في بغداد. الإطار يعقد غدا اجتماعا مهما لكسر الجمود السياسي، ومثقفو العراق يحذرون من غضبة شعبية. الأردن يطيح بشحنة هيروين قادمة من طريبيل، والأمن العراقي يكشف عن أعداد مهولة لتجار المخدرات. الاحتياطيات النقدية العراقية تنتعش ب70 مليار دولار، والأنبار تستعد لاستخراج النفط من الصحراء. ليجمع محبي التراث والسواح وعشاق الأنتيكات، شارع المتنبي يرسم صورة لم تألفها العاصمة منذ سنوات. أهلا بكم. البداية من أبرز المسجدات الدبلوماسية، حيث أنهى سفير إيران لدى العراق إيريج مسجدي مهام عمله، وكان قد قدم أوراق اعتماده رسميا في 25 نيسان 2017 لرئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم. هذا ويستعد محمد كاظم الصادق لتسلم مهامه كسفير جديد لإيران خلفا لمسجدي. ويعتبر الصادق المولود في مدينة النجف أحد أبرز الشخصيات الدبلوماسية الإيرانية التي لها باع طويل في العمل الخارجي الإيراني في العراق. في ملف دبلوماسي آخر، وصلت ألينا رومانوسكي السفيرة الأمريكية الجديدة إلى العاصمة بغداد لتسلم مهامها سفيرة فوق العادة في العراق، حيث تعتبر ثاني امرأة تتسلم مهمة تمثيل واشنطن في بغداد بعد أبريل غلاسبي. وأطلقت رومانوفسكي في رسالة لها قبل توجهها إلى العراق، أطلقت وعودا حول ضرورة الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتبادل التعليم. وترى السفيرة الأمريكية الجديدة في رسالة سابقة لها أمام مجلس الشيوخ أن الشراكة الاستراتيجية مع العراق ستبقى أولوية في السياسة الخارجية الأمريكية، وأن العراق حجر زاوية في المنطقة. هذا وكانت السفيرة الأمريكية الجديدة لينا رومانوسكي قد أكدت خلال جلسة منح الثقة لها أنها ستعمل على جعل العراق خال من التأثير الخبيث، وتركز على دعمه للتصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، مبينة أنه سيبقى في أولوية السياسة الخارجية لبلادها. إنه لشرف عظيم أن أمنح الثقة على تعزيز علاقتنا مع العراق. ومن وجهة نظري، خلال سنوات عديدة من الخبرة في الشرق الأوسط، لا سيما في منصب الحالي كسفيرة في الكويت، أعرف عن كثب أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة. يبقى العراق أولوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وحجر زاوية في المنطقة، وهو ما يجعلنا ملتزمون بتعميق شراكة بلادنا الدائمة مع العراق. وبينما يتعلم العراق كيفية إدارة جائحة كورونا ويستمر في إعادة البناء بعد هزيمة داعش، نحن نركز على تعزيز العراق كدولة ذات سيادة ومستقرة وآمنة، وجعلها شريك خال من التأثير الخبيث. ويجب أن نبقى داعمين لقدرة العراق على التصدي للتهديدات الداخلية والخارجية وتأمين حدوده والحد من تأثير منافسي القوى العظمى، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للعراقيين. سأقوم بالتأكيد على أهمية رسم العراق لسياسة خارجية مستقلة واستمرارها بالتعاون مع جيرانها الإقليميين لتعزيز سيادتها وأمنها وتحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. هي ثاني امرأة تعين كسفيرة في العراق بعد أبريل غلاسبي مخضرمة في العمل السياسي والمخابرات والاقتصادي. درست في إسرائيل وشغلت مناصب في المخابرات والخارجية. اسمها ألينا رومانوفسكي.
شغلت قبل تعيينها في العراق منصب سفيرة واشنطن في الكويت، وعملت في الوكالة الأمريكية للتنمية، وانضمت إلى وزارة الخارجية لتأسيس مكتب مبادرة الشراكة الشرق أوسطية. تجيد اللغة العربية والفرنسية والعبرية وكذلك الإنجليزية، والدها بولندي وأمها كندية. درست في جامعة شيكاغو والتحقت بجامعة تل أبيب في إسرائيل، وحصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية. عملت في وكالة المخابرات المركزية كمحلل استخباراتي في منطقة الشرق الأدنى وجنوب آسيا لمدة 10 سنوات، وشغلت أيضا منصب المدير القطري لإسرائيل. عينت رومانا فيسكي سفيرة جديدة بالتزامن مع تسمية إيران سفيرا جديدا لها في العراق، كما تقول واشنطن أنها حريصة على انتقال علاقاتها مع العراق إلى مرحلة أوثق وأعمق. إذن للمزيد ينضم معنا الآن رئيس ومدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور غازي فيصل. مساء الخير على حضرتك دكتور غازي. مثل ما ذكرنا قبل قليل، عملت في السلك المخابراتي مختصة في قضايا المنطقة منذ 10 أعوام، درست في إسرائيل، تتحدث أيضا 4 لغات. كيف ترى تعيين واشنطن لسفيرة جديدة بحسب نظرتك كدبلوماسي سابق؟ نعم، مؤكد يعني هذا الاختيار اختيار مدروس ومناسب تماما للمرحلة الجديدة القادمة في العلاقات العراقية الأمريكية. اليوم ينتقل العراق من علاقات بوجود قواعد وقوات مقاتلة والتحالف الدولي للحرب على الإرهاب، أكثر من 80 دولة، اليوم تذهب العلاقات باتجاه الشراكة في المجال الأمني الاقتصادي السياسي، استمرار الحرب على الإرهاب طبعا بمختلف أشكاله وصنوفه، لكن في الأساس تعزيز وتقوية قدرات القوات المسلحة العراقية وتمكينها القوات الأمنية وتمكينها على مواجهة القوى المعادية للاستقرار والتقدم والازدهار بالعراق، إضافة للتطور والتنمية الاقتصادية اللي أشارت إليها خلال الحديث في الكونغرس، بجانب الذهاب إلى تعزيز استقلال العراق، وهذه مسألة جدا مهمة، مسألة استقلال العراق وحيادية العراق وإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية. أيضا أكدت على مسألة جدا مهمة اللي هي دفاعها عن حقوق المواطنين، حق المواطن العراقي في التمتع بالحياة، بالرفاه، بالتعليم، حقوق الإنسان، حقوق المرأة. وأيضا لا ننسى أن كل هذه الحقوق مكفولة في الدستور العراقي ل 2005، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الإنسان، العمل، التعليم، الصحة، السكن، الكرامة وغيرها من التفاصيل المهمة. أيضا أكدت على مسألة الديمقراطية، اهتمامها بأنه فعلا يذهب العراق باتجاه التحولات الفكرية السياسية الاجتماعية. طيب دكتور، ديمقراطي. نعم نعم، فيما يخص لأنه عندنا أيضا الوقت ضيق، كشخصية كيف تراها في سياق النظرة الدبلوماسية لحضرتك؟ تحمل هكذا مواصفات، تعمل في السلك المخابراتي مثل ما ذكرنا، مختصة في قضايا المنطقة تقريبا ل10 سنوات، الآن أكو متغيرات في المنطقة، أكو في المنطقة بصورة عامة، هذا إلى علاقة بتعيين مثل هكذا شخصية أم لا؟ مؤكد. شوف، بالنسبة لها هي اليوم خبيرة في شؤون الشرق الأوسط وأيضا خبيرة في شؤون شمال أفريقيا، وهذا هذه مسألة جدا مهمة أيضا، لأنها عملت في الجزائر وأيضا عملت في الكويت، بمعنى خبيرة في شؤون الخليج العربي والشرق الأوسط. أيضا هي خبرتها ليست ككاريير دبلوماسية فقط، لكن عائلتها هي عائلة ضمن إطار الجيش الأمريكي، أبنائها وزوجها أدميرال في البحرية الأمريكية، أيضا هي عملت مستشارة في البنتاغون لفترات مختلفة، عملت في مجال الحرب على الإرهاب ومواجهة الإرهاب كمنسق في وزارة الخارجية. إذن هي شخصيتها هذه المتنوعة الفريدة
ممكن تساعد فعلا على تفهم طبيعة الواقع السياسي المعقد اليوم في العراق. يعني لا ننسى اليوم طيب تنظيمات داعش، البيكاكي في الشمال، الكتائب المسلحة اللي تقصف في أربيل وفي المدن العراقية، تقصف مراكز حيوية طيب الحكومة العراقية، قاعدة بلد إلى آخره. نعم إذا هي تمتلك اليوم خبرة في فهم عميق لطبيعة الأوضاع السياسية نعم في العراق، وهي كانت في القرب من العراق عندما كانت في الكويت، وأيضا هي تتفهم تماما طيب طبيعة الصراع والأزمات اللي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط والحروب، حروب وصلت الإرهاب، الصورة دكتور. حروب الفقر وغيرها من التفاصيل الخطيرة اللي ممكن تعالجها بالتعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية بصورة دقيقة. نعم. رمضان كريم على حضرتك، شكرا جزيلا لك مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور غازي فيصل. الأخبار مستمرة. سياسيا، ذكرت مصادر داخل الإطار التنسيقي أن الإطار سيعقد اليوم اجتماعا يضم القوى الأخرى المتحالفة معه. المصادر بيّنت أن الاجتماع سيحمل بين طياته مبادرة سيقدمها المجتمعون من أجل معالجة الانسداد السياسي، مشيرة إلى أن المبادرة ستقدم إلى تحالف إنقاذ الوطن خلال اليومين المقبلين. إذا مشاهدينا سيكون معنا الآن عضو تحالف الفتح السيد عائد الهلالي. أهلا بك سيد عائد. إذا أبدأ معك من المصادر التي ذكرت بأن الإطار التنسيقي من الممكن أن يعقد الاجتماع ربما اليوم أو حتى من الممكن أن يكون غدا، حدثني عن هذا الاجتماع، من الذي سيحضر فيه؟ تفضل. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، ولجمهوركم الكريم. سيدتي الفاضلة، أنه الإطار التنسيقي في الأيام الأخيرة عقد المزيد من الاجتماعات والكثير من الاجتماعات مع الكتل السياسية، سواء اللي هي داخل الإطار التنسيقي أو اللي لربما خارج الإطار التنسيقي. هنالك مشاورات وهنالك مبادرتين حقيقة طرحت، المبادرة اللي هي مبادرة الإطار التنسيقي، والمبادرة الثانية اللي هي مبادرة سماحة السيد عمار الحكيم. وكلتا المبادرتين تقريبا هم يصبون في مصب واحد، لا يبتعدان كثيرا عن بعضهما البعض. هذه المبادرتين هي للملمة حالة الوضع السياسي العراقي والخروج من أزمة الانسداد السياسي. لا سبيل لدينا ولا يوجد حل لدينا غير أن نطلق المزيد من المبادرات، لربما أن هذه المبادرات تقرب وجهات النظر ما بين الجهات والكتل طيب السياسية. ترى من الممكن هذه المبادرات ربما أن تجدي نفعا مع الموقف الواضح للتيار؟ هل من الممكن هذه المبادرات أن تصل إلى حل؟ نعم، من الممكن ومن الممكن جدا، وخصوصا بعدما سمعنا وعلمنا من الأخوة في تيار الحكمة أنه لديهم الآن يعني تواصل مع الأخوة في الكتلة الصدرية، وأن هنالك رسائل إيجابية وصلت من الكتلة الصدرية للأخوة في تيار الحكمة، وهذا يعني يبشر بخير. لا توجد مشكلة معقدة حقيقة الآن الإطار التنسيقي وقوة الإطار التنسيقي حقيقة تخلت تقريبا عن أغلب المطالب مالتها، وذهبت باتجاه مطلب واحد اللي هو أن يكون الكتلة الشيعية الأكبر هي الكتلة الشيعية، هذا اللي احنا نتحدث عنه. أما بالنسبة للبرنامج الحكومي والاتفاق على رئيس الوزراء واحترام التوقيتات الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية وكل هذه الأمور احنا ما عندنا مشكلة بهم ومرت تقريبا. أضف إلى ذلك أنه الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء اللي يفترض أن يكون السيد جعفر محمد باقر صدر أيضا تم الاتفاق عليه، لكن بقى عندنا مشكلة، أو مشكلتنا الوحيدة هي الآن مشكلة أنه الكتلة الشيعية الكتلة الأكبر. والمبادرة اللي أطلقها سماحة السيد الحكيم قال بالحرف الواحد أن هنالك قوة من الإطار التنسيقي لربما تذهب مع الكتلة الشيعية الأكبر وبعدين تذهب إلى المعارضة، ما نكون مشكلة بهذا الموضوع، فلتصبح لدينا حكومة وموالات. طيب الحوارات التي يعني في طور الحلحلة الآن سيد عائد، الحوارات التي تحدثت عنها ربما ذكرت بأن تيار الحكمة هو من يقوم بهذه الحوارات، هل هو ربما يتحدث كتيار أو كإطار تنسيقي يبدي تفاهما أو ربما خطوة للإمام للحوار مع التيار الذي رفض قطعيا قبل شهر رمضان
أن يكون ربما هناك من حوارات وتفاهمات مع التيار من قبل الإطار، ربما لديكم يعني المساحة مفتوحة للحوار مع الكرد مع السنة، لكن مع التيار ربما هذا كان الموقف الواضح. سيدتي الفاضلة، أنه في الفترة الماضية كان الاتصال ما بين الإطار التنسيقي والأخوة في الكتلة الصدرية من خلال الحاج العامري، الرجل هو اللي كان يقود المفاوضات مع الأخوة في التيار الصدري، وهكذا هي العمليات التفاوضية. لربما أنه المرحلة الآن تتطلب أن يتدخل سماحة السيد عمار الحكيم، وسيد عمار الحكيم يحظى بمقبولية كبيرة جدا سواء في البيت الشيعة أو في البيت السني أو في البيت الكردي، وكذلك لدى الأخوة في الكتلة الصدرية لما لهم من علاقة قوية جدا مع سماحة السيد مقتدى الصدر. فموضوع طبيعي جدا اليوم إذا شفنا أنه الوضعية تحتاج إلى أن يتدخل سماحة السيد عمار أو أي شخصية أخرى لربما تساهم في حل حالة هذا الانسداد، فلا ضير في ذلك. حتى التغييرات التي حصلت الآن على مستوى السفراء، وهذه رسالة يجب أن توصل على مستوى السفراء، السفير الأمريكي، السفير الأمريكية أو السفير الإيراني، هي لربما لإيجاد أشخاص آخرين أو لاعبين آخرين، على اعتبار أنه هذا الملف العراقي يهم هاتين الدولتين بشكل كبير جدا. فأمر طبيعي جدا اليوم أنه سيد عمار يتبنى هذا الحوار، ولربما أنه يصل به، وأنا متأكد جدا أنه سوف يصل به إلى نتائج إيجابية. طيب لنفترض جدلا سيد عائد بأن ربما هذه الأمور أو هذه المواقف ستبقى كما هي عليه وكما أنتم تبنيتم دائما في الإطار قضية تشكيل الحكومة، حتى ربما في حال عدم الاتفاق مع الصدريين، يعني هذه المساعي إلى أين وصلت؟ هل ربما من اتفاقات معينة أو طريق آخر يعني يكون ربما هو الخيار الذي من الممكن أن تصلون إليه في حال استمرار الانسداد السياسي؟ الأخوة في الإطار التنسيقي أيضا كما قلنا لديهم تفاهمات ولديهم لقاءات واجتماعات مع العديد من الأخوة في الكتل السياسية الأخرى، وشكلوا اللجنة الخماسية اللي هي من بابليون ومن عزم ومن الاتحاد الوطني ومن المستقلين ومن الإطار التنسيقي نفسه للتفاهم والتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى. فإذا هم يمتلكون القوة، يمتلكون الرغبة، ويمتلكون القدرة على أن يذهبوا إلى تشكيل حكومة، لكن هذا غير كافي سيدتي الفاضلة. القضية هي مو قضية إقصاء جهة سياسية على حساب العملية السياسية. اليوم احنا من نريد نقصي على سبيل المثال كما تريدون أن ترسلوا بهذه الرسالة، نقص الكتلة الصدرية، هو ليس إقصاء سيد عائد، وإنما ربما هو حكومة أغلبية وطنية، يعني يكون جزء من الكرد، جزء من السنة، وجزء من الشيعة. نعم نعم، لا احنا خلينا نكون واقعيين، خلينا نتحدث بواقعية. اليوم احنا بالنسبة لنا غير مهيئين للذهاب بحكومة الأغلبية اليوم. طيب يعني هذا الموضوع التوافق يعني مبكر. العراق نحتاج من 2003 وحتى الآن حكومات توافقية. متوافق سيدتي الفاضلة، متوافق. هناك أمر آخر، أصبح هناك اتفاق، قلنا أنه الإطار التنسيقي، هناك يعني العديد من الكيانات السياسية في الإطار التنسيقي، هي بمحض إرادة تريد أن تذهب للمعارضة، أمر طبيعي جدا. و مبادرة سماحة السيد عمار الحكيم يقول أنه من يريد أن يذهب بتشكيل الحكومة أو يساهم في العمل بهذه الحكومة عليه أن يحترم البرنامج الحكومي وأن يكون شريك أساسي فاعل في تنفيذ البرنامج الإصلاحي. إذن مبادرة مو يعني هي بظاهرها توافقية، لكن أنا أشوف أنه هي تتحدث بأغلبية جدا ممتازة. مو هنا المشكلة، المشكلة الأساسية أن ما عندنا سبيل آخر حتى نخرج من الأزمات السياسية. اليوم احنا ما نريد نعقد المشهد السياسي، كافي المشهد السياسي معقد منذ أكثر من 6 أشهر. فعملية تعقيد المشهد السياسي بهذا الشكل لربما ما تخدم أي جهة سياسية. اليوم عملية دفع الكتلة الصدرية باتجاه المعارضة ما راح نساهم بتشكيل حكومة أو ما راح نأسس حكومة قوية قادرة على أن تنفذ برنامج إصلاح، لأن الأخوة في الكتلة الصدرية لهم القدرة على أن لربما أنه يجعلون عمر الحكومة هذا قليل، سنة أو أقل من السنة. لا نريد هذا الموضوع، نريد أن نؤسس إلى حكومة قوية، ونريد إلى أن نؤسس إلى عملية سياسية ممكن أن تبنى عليها فكرة الأغلبية. وهنالك اليوم تسريبات تتحدث عن أنه لربما أن نبقي على الكاظمي ونبقي على برهم صالح ونسير هذه الحكومة على أن يكون هنالك تعديلين دستوريين. التعديل الأول هو إلغاء مبدأ الثلثين ونتخلص من هذه المشكلة، والأمر الآخر هو
أن تكون الحكومة حكومة رئاسية وليس حكومة برلمانية. هذا اللي ربما أن يخلصنا من هذه الإشكاليات اللي رافقت أو جاءت العملية السياسية منذ 2003، وهذه الإشكاليات والمحكمة الاتحادية والتفسيرات وغيره وغيره. هذه لربما أنه لربما واحد من الحلول الآن اللي يتحدث بها البعض. إذن عضو تحالف الفتح السيد عائد الهلالي كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. الأخبار مستمرة. إذن جمود سياسي ترك أثراً في مواقف الكتل والأحزاب الكردية صغيرها وكبيرها، فلكل منهم موقف من قضية اختيار رئيس الجمهورية، فيما تنقسم المواقف عموماً بين داعي الاعتماد للاستحقاق الانتخابي ومطالب بالإبقاء على الأعراف السياسية. الثبات على الموقف بين الحزبين الحاكمين البارتي واليكتي ما يزال على حاله مراوحاً مكانه، وسط استبعاد أن يجلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات، وهو ما يعقد عملية اختيار رئيس الجمهورية، إضافة إلى انقسام الأحزاب الكردية الأخرى كالاتحاد الإسلامي والجيل الجديد بين فريق نيابي معارض وفريق آخر ربط مشاركته في جلسة التصويت بشروط مسبقة ليبقى التساؤل عن الغلبة إن كان ستؤول الاستحقاق الانتخابي أم للعرف السياسي المتبع. لا شك أن كرسي الرئاسة سينحصر مرة أخرى في الكرد، وهي ظاهرة تعرفت عليها الأطراف المعنية، ونأمل من الطرفين المعنيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أن يتفقا على شخص محدد ليضمنوا تطورا في علاقاتهما ويأخذوا درسا من الانتخابات السابقة التي كان لكل منهم ممثل في البرلمان العراقي. اتساع فجوة الخلافات بين أربيل والسليمانية قد تكون له ارتداداته السلبية على المشهد السياسي الكردي بعد اصطفاف الاتحاد الكردستاني مع الإطار التنسيقي قاطعا كافة المباحثات مع الديمقراطي حول مسألة المرشح الموحد بينهما، فيما يستمر دعم تحالف إنقاذ الوطن لمرشحه ريبر أحمد لمنصب الرئيس. الحل هو بيد القوى السياسية. التنازل الذي يقوم به طرف لحساب طرف آخر أعتقد بأنه هو الكفيل بأن يعني تنتهي هذه الأزمة السياسية، وإلا أتصور بأننا سنكون أمام خيار، وهذا الخيار الذي هو بإرادة البرلمان، إذا كان الحديث عن حل البرلمان فلن يكون إلا بإرادة البرلمان نفسه. اختيار رئيس الجمهورية معضلة كردية تدور حولها معركة كسر الإرادات يضاعفها انسداد الحوارات بين التيار والإطار حول انتخاب رئيس الوزراء، فأي الحلول ستتوصل إليها الأطراف السياسية، خاصة أن المهلة التي حددها الصدر بأربعين يوما للإطار شارفت على الانتهاء. من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة. دعت النخب الثقافية في شارع المتنبي الطبقة السياسية إلى إدراك أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي والشروع بتشكيل حكومة قادرة على تلبية التطلعات. هاي الأزمة السياسية يؤثر على المواطن العراقي، المواطن العراقي الفقير، لأن المواطن العراقي الفقير لا راتب، أكو عالم لا عدل لا راتب ولا تقاعد، مثل الناس الكسبة. احنا صارنا 6 اشهر مسوين انتخابات، لا موازنه لا رواتب دا يطلقون، لا فد شيء فد انتاج للعراق، لا زراعه لا انتاج، يعني ست الانسان العراقي الفقير شلون يعيش؟ هسه بس الموظف عايش الداي باي داي ضابه لي ورا. الانسداد وعدم التوافق بين الكتل السياسية سوف يؤثر على الشارع العراقي. اليوم تدي أزمة الموازنة، أزمة رفع سعر الدولار، هاي كلها تؤثر على المواطن العراقي. نحن في أجواء رمضان، نتمنى من الكتل السياسية أن تكون لديهم رؤية استراتيجية حول وضع آلية لاختيار رئيس الوزراء. إذن للمزيد ينضم معنا أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت الدكتور غالب الدعمي. مساء الخير على حضرتك، تقبل الله الطاعة دكتور غالب. نتحدث لازلنا من أشهر فيما يخص السيناريوهات المطروحة والممكنة في المرحلة المقبلة لإنهاء حالة الركود والانسداد السياسي الحاصل. هل من أمل لدى حضرتك بأن يكون هناك توافق ربما مستقبلي، اتفاق مستقبلي بين الإطار والتيار من أجل المضي بالعملية السياسية؟
مساء الخير ورمضان كريم عليك وعلى جمهوركم الكريم. يقال اذهب شرقا أو غربا فإن الوطن أعز، ويبدو لي أن هذه السيناريوهات وهذه الطروحات وهذه المبادرات التي تطرح من جهة واحدة فقط وهي جهة الإطار، ومن منهم قريبين من الإطار باتجاه تشكيل حكومة توافقية، جميعها ارتطمت برفض التيار الصدري أو رفض السيد مقتدى الصدر بقبول التوافقية، وبالتالي فإن كل المؤشرات الآن التي نسمعها من خلف الكواليس وفي أحاديثهم في غرفهم الخلفية يقولون أنهم باتجاه الذهاب لتقديم تنازل كبير للتيار الصدري وتشكيل حكومة، وبدأوا يطرحون فكرة تغيير الدستور، فكرة أنه رئيس وزراء لابد أن يتعهد لنا بعدم الخروج عن الأطر العامة وما حكم به السابقون من رؤساء الوزراء وعدم فتح ملفات وإلى آخره. وبالنتيجة فإن الحكومة المقبلة تشكل، نعم، ولكن لن تشكل بإرادة الإطار، والإطار التنسيق يسعى بشكل بآخر أن يحصل على أعلى مكاسب وأقل خسائر، ولكنه بالنتيجة سيوافق أمام ضغط الجمهور. ضغط الشارع الآن بدأ يتنامى أمام ضغط جماهيرهم نفسها، لأن الإطار التنسيقي وبعض أطرافه لم يعد لهم مبرر لماذا يعطل الحكومة، والسيد والتيار الصدري أعطاهم فرصة 40 يوم اذهبوا وشكلوا الحكومة مع من تريدون، ولم يجدوا أحدا يتفاهم معهم، وبالتالي فإنهم الآن مضطرون. أما يستمروا بتعطيل الحكومة بالتالي سيخسرون، لأن ذلك يعني أن الكاظمي سيستمر بالحكومة رئيسا للوزراء ويمارس صلاحيته كاملة، وهذا أيضا مر. فكل الخيارات أمام الإطار التنسيقي هو أحلاها مر. طيب دكتور، فلا يوجد أمامهم يعني خيار متاح إلا. بما أنه حضرتك جئت على ذكر الأربعين يوم، يعني سمعنا لحد هذه اللحظة كثير من الأطراف وإن لم تكن من التيار الصدري لكن تمتلك معلومات على أقل تقدير تتحدث بأنه هناك مفاجأة سيقدمها التيار الصدري المتمثل بالسيد مقتدى الصدر بعد انتهاء مهلة الأربعين يوم. عندك معلومات حول هذا الموضوع؟ شنو الخطوات اللي موجودة، الأوراق اللي موجودة بيد التيار الصدري بعد انتهاء المهلة تحديداً؟ يعني شوف، نسمع هذا الكلام كثير، ولكن في الحقيقة الشيء المؤكد هو أن التيار الصدري بعد الأربعين يوم أو بعد انتهاء يوم 9 شوال وما بعده فإنه أكيد سيذهب باتجاه تشكيل الحكومة أو الاستمرار ببقاء حكومة الكاظمي ودعمها كما هي الآن وفتح ملفات وزراء يعودون للجهات السياسية اللي هي ضمن الإطار. ومعلومات الأولية أن هناك ملفات فساد ربما ستفتح على شخصيات مهمة تتعلق بالعقارات، عقارات الدولة. أنت تعرف لربما هناك أكثر من 173 ألف عقار تم توزيعها بالتزوير بالهبات في حكومات السابقة، طبعاً من ضمنها مطار المثنى وغيره. هاي كلها راح تفتح. مطار المثنى قد لا يعلمه الجمهور تم توزيعه بين مجموعة من الأشخاص بواقع 10 5 6 دونم للشخص الواحد، وهؤلاء متنفذون جميعهم، وبالتالي فإن هاي كل الملفات ستطيح شخصيات مهمة. هذه المعلومات واللي تجعل حكومة الكاظمي أقوى مدعومة من كتل سياسية الثلاثي تجعل الطرف الآخر في موقف ضعيف، وبالتالي فإنه لا يريد أن يخسر. وهنا ستكون المفاجأة بأن الإطار نفسه سيقدم أطروحة أو نظرية جديدة لإدارة الدولة عن طريق التنازل للتيار الصدري بإدارة الحكومة بشكل أو بآخر، على الرغم من أننا بدأنا نسمع أن الإطار يرحب بتكليف السيد الكاظمي رئيسا للوزراء للمدة الباقية. هسه قبل قليل كان معنا عضو الإطار التنسيقي السيد عادل الهلالي أيضا أشار ضمنا إلى يعني فكرة موجودة ربما يتم تداولها وطرحها بقوة اليوم من قبل الإطار وباقي الأطراف، وهي الإبقاء على حكومة السيد الكاظمي وأيضا رئيس الجمهورية الحالي مع تعديلات دستورية تخص هذه التعديلات، تحويل النظام إلى رئاسي وما شابه ذلك. إذا عندك معلومات أيضا حول هذا الموضوع فعلا حقيقية ممكنة بما أنه شرط إلها؟ صعب. نعم. شوف صعب جدا أن يتحول إلى نظام رئاسي للأسباب الآتية، لأنه الدستور العراقي ضمن تغييراته حتى يتعدل الدستور يفترض أن لا تصوت ضد التعديل 3 محافظات. النظام الرئاسي لا ترغب فيه كردستان، واليوم لا ترغب فيه المنطقة الغربية، لأن سيفقد الكردستان والمنطقة الغربية كل حقوقهم، وبالتالي فهاي قضية تعديل الدستور بأن يكون انتخاب مباشر لرئيس الجمهورية
هذا لن يكون مطلقا. وبالتالي إذن الموضوع الآخر اللي نذهب باتجاهه أن الإطار التنسيقي الرافض بشدة للسيد الكاظمي لم يعد رافضا له وبدأ يقبله، لأن التيار الصدري تحديدا مقتدى الصدر حينما رشح السيد جعفر الصدر، فالإطار التنسيقي لم يكن راغبا بأن يكون على سدة الحكومة مثل السيد جعفر لأسباب كثيرة، منها لأنه سيكون وجود السيد جعفر الصدر محددا ومانعا لكثير من السلوكيات التي تقام في الدولة العراقية أو التي تسري. لذلك هم بدأوا بالقبول بالسيد الكاظم، وهذه أيضا نجاح يحتاج للسيد الصدر، فيما لو أنه لاحقا قيل أن السيد الكاظم مرشح التيار الصدري فإن السيد مقتدى الصدر سيقول لهم لا، السيد الكاظم هو أنتم من رشحتوه، وبالتالي فإن الإحراج السياسي يوميا مستمر على مستوى الإطار التنسيقي من رفضهم. دكتور، هاي هم مشكلة جديدة برهم ثم قبولهم بالسيد برهم، أو هي مو مشكلة جديدة، مشكلة قديمة تتجدد الآن، واللي هي تقديم شخصيات أو دعمها بشكل أو بآخر ثم التبرؤ منها. يعني خلاص السيد الكاظمي كما تم تقديمه قبل سنتين، الآن راح يتم تقديمه مرة أخرى، والجميع بالتالي غير مسؤول عن ترشيح السيد الكاظمي. يعني ما سوينا في الشيء. لا أستاذ علي، المو لا شوف أستاذ علي، الآن يقال بالشارع أن السيد الكاظمي هو مرشح السيد مقتدى الصدر، وللآن طبعا السيد مقتدى الصدر غير رافض للسيد الكاظمي حتى تكون واضحة، ولا السنة ولا الكرد ولا المحيط العربي ولا الدولي ولا حتى الجمهورية الإسلامية، جميعهم راضون به. لكن بعض الدعايات من كتل سياسية دائما تحاول أن تلصق أن السيد الكاظمي أنه مرشح التيار الصدري، وأي فشل على كما هم يقولون، طبعا يسوقون بعض عناوين للفشل، يقولون التيار الصدري. الآن التيار الصدري وضعهم في زاوية حرجة بأنهم يرشحون الشخص الذي يرضى به التيار الصدري، حتى لا يقولوا لاحقا أننا لم نرشح السيد الكاظمي كما فعلوا في المرة الأولى، بمعنى أن السيد الصدر وضعهم في زاوية حرجة بحيث جعلهم من رفض من أنهم يرفضون السيد الكاظمي إلى أن يتبنون ترشيحه، ومن رفضهم للسيد برهم صالح أنهم يتبنون ترشيحه، وربما حتى من رفضهم التحالف مع البارتي أو مع شخصيات من البارتي أو السيادة أنهم سيذهبون باتجاههم. وهذا يدل على أن الإطار التنسيقي لا يمتلك استراتيجية أو بعد استراتيجي في الخطاب الإعلامي أو الخطاب السياسي. والسيد الصدر وهو لم يكن خريج أكاديمية سياسية استطاع أن ينجح نجاح باهر في هذا المجال، واستطاع أن يضع هؤلاء الذين يقولون نحن ملوك السياسة في زاوية حرجة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت الدكتور غالب الدعمي، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. في الملف الاقتصادي، كشف نائب محافظ البنك المركزي العراقي إحسان الياسري عن تجاوز الاحتياطيات النقدية حاجز 70 مليار دولار. بدوره أكد مستشار رئيس الوزراء في الأثناء، كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار عن قرب توقيع عقد مع شركة أمريكية للتحقق من الاحتياطات النفطية والغازية في الأنبار قبل استثمارها، مبينا أن المضي بالإجراءات الفعلية سيكون بعد عطلة العيد. وأكد عبد الجبار عزم وزارة النفط توقيع عقد مع شركة هالبيرتون الأمريكية للتحقق من كميات النفط والغاز في الصحراء الغربية من العراق، ونوه إلى أن الوزارة تجري حاليا دراسات وعمليات للتحقق بشأن توفر النفط والغاز في الأنبار قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي أرامكو السعودية وشيفرون الأمريكية للاستثمار في هذا القطاع. تمكنت السلطات الأردنية من ضبط شحنة مخدرات مهربة عن طريق منفذ طرابيل الرابط بين الحدود العراقية الأردنية. هذا وذكر بيان أن كوادر دائرة الجمارك الأردنية العاملة في مركز الكرامة تمكنت من إحباط محاولة لتهريب 21 كيلوغراما من مادة الهيروين، بالإضافة إلى كيلوغرامين من الكريستال وجدت ضمن مخبأ سري داخل الشاحنة. في السياق ذاته، عشرات الأطنان من المواد المخدرة يتم ضبطها شهريا، ومع ذلك فإن نسبة التعاطي ترتفع بشكل مخيف بين الشباب، فيما يحذر المختصون
من أن العراق يواجه هجمة من نوع آخر تستهدف شبابه من خلال نشر هذه الآفة. حيز كبير في المجتمع العراقي أخذته آفة المخدرات، التجار وتعاط ينتشر بشكل كبير. ناقوس الخطر يدق بإحصائيات رسمية مخيفة، واحدة منها إلقاء القبض على 11,500 متهم بين تاجر ومتعاط بعموم البلاد خلال الأشهر الأربع الماضية. يقول مختصون أن الحقيقة تفوق ما تعلنه السلطات بكثير، سيما في المحافظات الجنوبية التي تعد ممارا رئيسيا للدخول المخدرات من إيران. إحصائية الحقيقة تقول أكثر من ذلك، وحسب تصريح وزير الداخلية العراقي إنه أكثر من 50% من شباب العراق يتعاطون هذه المادة المخدرة. المناطق الجنوبية كان أكثر انتشاراً بسبب مجاورتها للحدود الإيرانية، سواء في البصرة أو في العمارة أو في الأواسط أو في الناصرية، إضافة لذلك أيضاً تأتي عن طريق البحر. وبالحديث عن الأرقام وإحصائيات وزارة الداخلية، فإن أكثر من 84 طنا من المواد المخدرة تم ضبطها، وأكثر من 2 مليون حبة مخدرة في مناطق مختلفة، مع جهود وتنسيق مستمرين للحد من تفشي المخدرات. الجهود أسفرت يعني عن في الربع الأول من هذه السنة عن إلقاء القبض على المئات من المتاجرين والمتعاطين والمروجين في مختلف محافظات العراق، إضافة إلى ما يقارب 84 طن من المواد المخدرة تم ضبطها، ونتكلم عن أكثر من 2 مليون حبة مخدرة تم ضبطها في مناطق مختلفة. وتتزايد المخاوف مع تصريحات رسمية تؤكد أن نسب التعاطي ما بين شرائح الشباب بلغت مستويات كارثية، فيما يعتبر الكريستال الآن المخدر الأخطر والأكثر انتشارا في العراق، مع التحذير من أن يدخل مرحلة تصنيعه داخل البلاد. من بغداد، أنس يوسف، قناة الفلوجة. إذا تظاهر آلاف المحاضرين أمام تربية محافظة ديالى للمطالبة بإدراج تحويلهم على القرار 315 في الموازنة الاتحادية القادمة لتثبيتهم على ملاك وزارة التربية. وأوضح المحاضرون أنهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإن خطواتهم التصعيدية ستشمل الاعتصامات والإضراب عن الدوام، داعين إلى مساواتهم بالمتعاقدين في بقية الوزارات وإنصافهم في أسرع وقت ممكن. أكثر من 30 محاضر إحنا هنا تحت أشعة هاي الشمس نطالب بحقوقنا، ما رايدين أكثر من التثبيت. طبعا إحنا سادين شاغر بالمدارس بأعداد هائلة، يعني إذا نطلع من المدارس ما حد راح يسد هذا الشاغر، لا الملاك ولا أي غير أحد يقدر يوصل الفكرة أو التعليم للطلاب. مطلبنا هو تطبيق قرار 315 وإضافة المهنية 150 المقطوعة، وبأثر رجعي بشهر الواحد حتى لو تنقر موازنة أو كباقي حال باقي الوزارة، اللي وزارة الكهرباء، وزارة التعليم العالي اللي طبقوا لهم القرار بدون موازنة، يعني بكذا سنة ما تنقر الموازنة. زين ايش معنى الوزارات البقية طبقوا عليهم القرار 315 استثناء المحاضرين من المغضوب عليهم؟ احنا أكثر من 30,000 محاضر بمحافظة ديالى، نريد ينصفونا بالموازنة 2022 ويحولونا إلى قرار 315. وإذا في حال ما استجابوا المطالبنا راح تظل مظاهراتنا مستمرة والتصعيد مستمر. لذلك أكد نواب ديالى تأييدهم لمطالب المحاضرين المتظاهرين، داعين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وإنهاء الانسداد السياسي لإقرار الموازنة التي تعد ضرورة لحل مشاكل الشباب. اليوم مطالبهم كانت مشروعة اطلعنا عليها، وأيضا هي مطالب من ضمن حقوقهم تحويلهم حسب قانون حسب قرار 315 لكي يتمكنوا ممارسة حياتهم الطبيعية حالهم حال بقية الملاك الموجودين في معظم دوائر الدولة. هذا الموضوع يتطلب إدراجه من قبل الحكومة العراقية وكذلك مصادقة مجلس النواب في قانون الموازنة الاتحادية. بينا أكثر من مناسبة
ان تحويلهم الى هذا القانون يتطلب اقرار الموازنه. اقرار الموازنه مثل ما الجميع يعرف انه يتطلب ارسالها من قبل الحكومه الى مجلس النواب. لحد هذا اليوم هناك صراعات سياسيه من حق المحاضر كحق غيره من المواطنين بالتذمر من الانسداد السياسي الموجود بالبلد. اليوم نطالب احنا كاعضاء مجلس النواب، نطالب رؤساء الكتل السياسيه لغرض تقارب وجهات النظر والتفاهم والمباشره الفعاله بعد العيد مباشره بتشكيل الحكومه وبالاتفاق السياسي لغرض خروج البلد من هذا الانسداد السياسي. إلى ذي قار، توعد أهالي مدينة الناصرية بثورة قادمة ضد وزارة الصحة مطالبين بإقالة الوزير ومدير صحة ذي قار، وأكد المتظاهرون أن الواقع الصحي في المحافظة متردد جدا. نقص بالعلاجات، براسيتول، البراسيتول ما موجود بالمستشفى هذا اللي هو المستشفى التركي اللي كيفت فيه الفقرة وقالوا راح ينقذنا، ترى هذا أصبح موت وليست مستشفى. العلاجات تجي ناخذها من الصيادلة هاي اللي أمامك على الشارع، سرنجات ماكو، يجيني كتاب من وزير الصحة يخصص 2 سرنجات للمواطنين. هاي رسالة إلى وزير الصحة وإلى مدير صحة ذي قار، نطالب بإقالتك في حالة إن لم توفر كافة العلاجات في المستشفيات كافة. هاي تشوفون الناس اللي طالعة اليوم جاية تحذر وجاية تبلغكم بأن هنالك ثورة قادمة ضد وزارة الصحة. أحب أناشد الشرفاء بالعراق من الفاو الزاخو، شكو شريف بالعراق يجي يفزع للناصرية، الناصرية سرنجة ما بيها، الناصرية بطل مغذي ما بيها، وتعالوا شوفوا الدم بطل زاهي ما بيها مال تنظيف. الفلوس وين؟ الرقابة وين؟ وزير الصحة إمكانيتك اللي قدمتها وينها؟ برنامجك وينه؟ مستشفى كاملة دكتور أحكي وياه يقول له دكتور شنو الاحتياج اللي وفره لك؟ يقول لي سرنجة ما عندي أشتغل بيها، خلي أروح لأهلي أحسن لي. أو تعالوا دخلوا جوه وشوفوا بعينكم الناصرية صاير بيها، وحق الحسين الشهيد، وحق الحسين الشهيد، الناصرية تفرهدت واللي فرهدوها أهل المناصب. إذا مهد الحضارة تثبت أنها ما تزال للثقافة عنوان وللأدب دار، فهي ذي قار وشبابها الواعي يستثمر كل مناسبة لنشر الثقافة والتنمية الفكرية والمجتمعية. في رمضان يقيم شباب الناصرية أمسيات ثقافية للحوار، فيعدد من المواضيع مع المختصين بها من أبناء المحافظة. فعاليات عديدة تبناها الشباب الواعي في محافظة ذي قار خلال ليالي شهر رمضان المبارك، أهمها إقامة العديد من الأمسيات التي وسمت باسم أمسيات الشارع، شملت محاور عديدة سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية، والحوار مع ضيوف متخصصين بتلك المجالات. واحدة من الظواهر الثقافية المهمة في مدينة الناصرية هي أماسي الشارع، يعني هذه الأماسي التي أعتقد بأن لها تأثير كبير على يعني على صناعة بنية ثقافية في مدينة الناصرية، خصوصا أنه دائما مدينة الناصرية هي سباقة بصناعة الجمال وبصناعة المعرفة وبتصدير الجمال إلى باقي المدن وإلى باقي العالم. مبدئيا برامج الشارع ومسرح الشارع وأمسيات الشارع هي عملية ثقافية لانتشال مجتمع عانى ما عانى من ويلات وحروب وآهات كبيرة وكبت كبير للرأي والجرأة والثقافة الجديدة بسبب التطرف الذي عصف بالعراق منذ خمسينيات القرن الماضي. فيما أبدأ أهالي ومثقفو المحافظة سعادتهم بتبني شباب تشرين مثل هذه المنتديات الثقافية التي تبرز الجمال الذي تحتويه المدينة وتعكس الصورة الواعية لأطياف المجتمع ذي قاري، وخروجهم من روتين القاعات والاجتماعات الرسمية ليلتحق بهذه الأمسيات كل من يمر بالشارع. أمسيات الشارع اللي تبنتها نخبة وفريق عمل من تشرين بالتأكيد كانت يعني خطوة متقدمة واستكمال لاستنهاض الوعي الجماهيري. يعني تشرين بدت بمتغيرات في الوعي الشعبي، وحاليا استكمالا لهذا الفعل الثوري بالتأكيد بناء الإنسان مهم جدا.
بادرة فتحت آفاقاً ثقافية عديدة تسعى لتقريب وجهات النظر بين الطيف المجتمعي في المحافظة، ليضاف بذلك إنجاز جديد لشباب ثورة تشرين خلال هذا الشهر الفضيل. من ذي قار، سعد ركابي، قناة الفلوجة. نظر الأعمى إلى أدب المتنبي، ونظر المتأملون في جمال بغداد وحبها إلى الشارع المسمى باسمه. فإن كان الليل والخيل والبيداء يعرفه، فليلى الشارع، شارع المتنبي، تعرفه الثقافة والقرطاس والقلم. إنها الواحدة بعد منتصف الليل، شارع المتنبي يعج بالزوار في مشهد لم تألفه العاصمة من قبل. فبعد إن كان ميداناً للثقافة وصناعة النشر صباحاً، أصبح بعد إعادة تأهيله ملتقاً لمحبي التراث والسواح الأجانب. فيلتقي هنا المثقف والمسافر والباحث عن كتاب والمشتاق إلى بغداد القديمة. العوائل كلها البغدادية تطلع تتجول، يعني قبل السنين الفاتت ما كنا نشوف الأجواء الرمضانية البغدادية الحلوة الجميلة. أنا طبعا محافظة البصرة، نجي هنا يعني نشوف الأوضاع الجميلة كلش صار بغداد. على امتداد كيلومتر واحد يتوزع عشرات الباعة المتجولين ممن منحتهم حداثة المكان فرص عمل لم يجدوها نهارا. أما المبيعات فهي في الغالب قريبة من خصوصية المكان، بين مطبوعات وهدايا ومجسمات تراثية ولوحات فنية بأسعار زهيدة، فضلاً عن الكتب التي تفترش الشارع. وقت السحور أنا موجود هنا، أروح السحر بالصدرية والعوائل مستمرة، يعني متنفس، فتشي أصبح متنفس بعد التطوير، متنفس إلى بغداد مو طبيعي. وكل المحافظات، ها كل المحافظات جاي تجي للصبح، تبقى الأجواء جميلة ورائعة، وهاي عوائل حتى أكلات العراقية الأصيلة السابقة قاعدة تنباع هنا، الأكلات الدولمة وما شابه ذلك. فنحن الصراحة نحمد الله ونشكره على الأمن والأمان الذي استمر. عشاق الشارع ومرتادوه حولوا شارع المتنبي إلى مهرجان إنساني شعري يدافع عن الفن والثقافة، ومكانا لإعلاء صوت الثقافة والفن، ليخفت صوت التدمير والفكر المتطرف. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. إذا مشاهدينا، ختام هذا الحصاد نذكركم بأهم ما فيه. تجيد 4 لغات درست في إسرائيل، مخضرمة بالمجال الاستخباري، واشنطن تعين سفيرة جديدة في بغداد. الإطار يعقد اجتماعا مهما لكسر الجمود السياسي، ومثقفو العراق يحذرون من غضبة شعبية. الأردن يطيح بشحنة هيروين قادمة من طرابيل، والأمن العراقي يكشف عن أعداد مهولة لتجار المخدرات. الاحتياطيات النقدية العراقية تنتعش ب70 مليار دولار، والأنبار تستعد لاستخراج النفط من الصحراء. يجمع محبي التراث والسواح وعشاق الأنتيكات، شارع المتنبي يرسم صورة لم تألفها العاصمة منذ سنوات. الفلوجة للأخبار وللمزيد من التقارير الفلوجة.tv، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.